بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 186. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنه حصل ما حذر عنه النبي منه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاة عند القبور مشابهة للكفار، والصلاة في أوقات طلوع الشمس وغروبها للكواكب مشابهة للكفار. ثم قال هنا: هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم، بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وجاء تفسير الجبت بأنه السحر، والطاغوت هو الشيطان، أو الجبت الشرك والطاغوت الشيطان، وكلاهما حق، كلا التفسيرين حق. فإن الجبت يفسر بالسحر، ويفسر أيضا بالشرك، ويفسر فاختلاف المفسرين في هذا الأمر وغيره إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن اللفظ يحتمل ويشتمل على كل هذه المعاني، وكل واحد من المفسرين يأخذ منها معنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك، وكذلك قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن الشرك عبادة الكواكب وعبادة النجوم، وكان الخليل عليه السلام قد نهى قومه عن هذا الشرك وعبادة الكواكب، وناظرهم في ذلك. نعم. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه في عبادة الكواكب، فرأى الكوكب ورأى القمر ورأى الشمس، فلما رآها تزول وتغفو وتغيب عند ذلك بين لهم أنها لا تجوز عبادتها من دون الله عز وجل، لأنها يجري عليها ما يجري من التغير ومن التحول ومن إلى آخره، فبين بذلك
بطلان عبادتها من دون الله عز وجل، فهو فعل هذا مناظرا لهم وليس ناظرا كما يقوله الفلاسفة، وإنما فعل هذا وكما يقوله علماء الكلام، إنما فعل هذا مناظرا لهم ومبينا لهم بطلان عبادة هذه الأشياء التي هي تدبر وتسير، سيرها الله سبحانه وتعالى من الطلوع إلى الغروب ومن السير وغير ذلك. نعم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام هذا ربي ما بالتنزل معهم. نعم، هذا ربي بزعمكم يعني، وأنه تجري عليه هذه الأحوال وأنه يسير، أنه يسير. نعم، قال فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض، وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم، هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم عليهم الحجة ويلزمهم بأن ما عليه أن ما هم عليه هو الباطل، لأنها لم تخلق السماوات والأرض وأنها لا تنفع ولا تضر، وبإقرارهم هم. نعم. والخليل صلوات الله عليه لا أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام كما قال تعالى عنه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فقوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب كما سبق، وأيضا يعبدون التماثيل التي يصنعونها بأيديهم، تماثيل على شكل حيوان أو إنسان أو على شكل كوكب، ويعبدونها من دون الله عز وجل. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. نعم، والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. فالشرك واقع في البشرية كما سبق من عهد قوم نوح ومستمر، ومن الشرك الغلو في الأولياء والصالحين، من وسائل الشرك، هذا من وسائل الشرك الغلو في الأولياء والصالحين والأموات، هذا يفضي إلى الشرك. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الأشخاص والغلو في القبور والغلو في الأمكنة وغير ذلك، لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. نعم، قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى. نعم، فالشرك لا شك أنه باطل من أصله، وأنه مناف للتوحيد ومناف للحكمة الإلهية في خلق المخلوقات، لأن العبادة حق لله عز وجل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فعبادة المخلوق ومساواته بالخالق هذا من انتكاس الفطر، ولكن السبب في هذا هو الوسائل، اتخاذ الوسائل التي تفضي إليه. فالصلاة عند القبور يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد، الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها يفضي إلى عبادة الشمس كما حصل لعباد الشمس، فالوسيلة لها حكم الغاية. نعم، أحسن الله إليكم. قال بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك جملة وتفصيلا، ومن التفصيل أنه نهى عن الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وذلك لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، والتعظيم نوع من العبادة، فلا يجوز الحلف
بغير الله عز وجل، لأن هذا نوع من أنواع الشرك. نعم. قال: بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره. نعم، لو أقسم بمخلوق على الله وقال: أقسم عليك يا ربي بالنبي، أو أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي، لكان ذلك منهيا عنه. فالحلف بغير الله لا يجوز، لا في حق الله ولا في حق غيره، لأنه نوع من العبادة ونوع من الشرك. نعم. ولا يقسم كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين، أصحهما أنه نهي تحريم، وهو الظاهر. الظاهر الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا بدليل يصرفه عن ذلك، وليس هناك دليل يقول إن الحلف بغير الله شرك أصغر، أن الحلف بغير الله أن النهي عنه نهي تنزيه، أن النهي عنه نهي تنزيه وكراهية فقط، بل هو نهي تحريم، هذا هو الأصل في النهي. نعم. قال: ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كالمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. وإن قال بعض العلماء أنه يجوز الحلف بالنبي فهو قول مرجوح، بل هو قول غير صحيح. نعم. لعموم الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا عام لا يخص منه شيء إلا بدليل. نعم. قال: والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه النزاع، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا لعموم النهي عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولم يستثنى أحد قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا عام للأنبياء وغيرهم، فلا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي، ومن ادعى التخصيص فعليه أن يقيم الدليل الصحيح على ذلك، ولا عبرة بالخلاف المجرد عن الأدلة، الخلاف موجود كثير، لا يعتبر بالأقوال والخلافات التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. نعم. قال: وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم الشيخ رحمه الله نزاعا في المنع منه. نعم. بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. توسل إلى الله جل وعلا إنما والإقسام إنما يكون بالله عز وجل، توسل والإقسام إنما يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن ذلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله من التوسل إلى الله بذاته وأسمائه وصفاته. نعم. قال: فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كراهته. نعم. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. نعم. وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يكره. السؤال بمعقد العز يرجع إلى معنى ذلك، معنى معقد العز، فإن كان هو الله فلا مانع من ذلك، من السؤال به،
لأن الله يسأل بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما إن كان المراد العرش نفسه فإن العرش مخلوق ولا يجوز ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا. ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. نعم. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، فجوزه لذلك، لأنه لم يخرج عن أنه يسأل بالله وبأسمائه وصفاته. وقد نازع في هذا بعض الناس وقالوا في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. وقد قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام. وقالوا تفسيرها أي يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرسه. ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. التوسل إلى الله بالمخلوق لا يجوز، وإنما يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ويتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي قدمها العبد لربه عز وجل، هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بالمخلوق فإنه لا يجوز، لأن هذا إقسام على الله جل وعلا بمخلوق، والإقسام لا يجوز بالمخلوق على الله ولا على غيره، لأنه نوع من الشرك كما سبق. فهذا كله تفصيل في هذه المسألة. والذين أجازوا ذلك استدلوا بقراءة الجر في قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تساءلون بالأرحام، فيقول: أسألك بالرحم الذي بيني وبينك. وهذا محل إشكال ومحل نظر، والراجح أو الصواب أن هذا لا يجوز، وأن القراءة المشهورة المعروفة هي قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله في النسائي والترمذي وغيرهما: حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه فيا. فدعا الله فرد الله عليه بصره. قال الشيخ: والجواب عن هذا أن يقال: أولا، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه على قولين. ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. هذا إيراد للشبهة التي تعلق بها من يجوز التوسل بالمخلوق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قالوا: فهذا توسل بمخلوق،
والصواب أن هذا ليس توسلا بالمخلوق، وإنما هو توسل بدعاء المخلوق. فهم قوله نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كانوا يجدبوا طلبوا منه الدعاء فدعا لهم فسقاهم الله، ولما مات صلى الله عليه وسلم وتعذر أن يطلب منه الدعاء وهو ميت عدلوا إلى عمه العباس لأنه حي وهو قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد نتوسل إليك بنبينا أو بعم نبينا، أي بدعائه. هذا واضح، هذا واضح. وكذلك حديث الأعرابي الذي توسل إلى الله جل وعلا بنبيه أن يرد بصره عليه فرد الله عليه بصره، ليس هذا توسل إلى الله بذات النبي، وإنما هو بدعاء النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فرد الله عليه بصره، وهذا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي طلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقبل الله دعاءه وشفع فيه نبيه فرد الله عليه بصره. وهذا الشفاعة إنما هي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا شيء جائز وسائغ أن يطلب من النبي أو من غيره من الأحياء الحاضرين أن يدعو الله له أن يقضي حاجته، هذا شيء لا غبار عليه. وكذلك حديث أسألك بحق السائلين عليك، هذا أولا ذكر الشيخ عنه عن سنده أنه فيه مقال كما في التوسل والوسيلة، فيه مقال لأنه من حديث الجعفي وهو ضعيف، جابر الجعفي وهو ضعيف أو متشيع، فهو ضعيف من ناحية السند، وأما من ناحية المعنى فيفسر بأن المراد أسألك بحق السائلين عليك أن الله جل وعلا وعد السائلين أن يستجاب لهم، أن يستجيب لهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعدهم أن يستجيب لهم، هذا هو حقهم عليه بوعده الصادق سبحانه، وهو الذي أوجب على نفسه ذلك. فهم لم يسأل بحق المخلوق، وإنما سأل بشيء أوجبه الله على نفسه وهو إجابة السائلين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجابة عليه سبحانه والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول، وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء حق العباد على الله ليس من باب الفرض والإلزام لله عز وجل، فإن الله لا يفرض عليه أحد، وإنما هو شيء أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهو حق أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه غيره. حق العباد على الله لا يعذب، وهو حق تكرم به سبحانه على عباده ولم يوجبه عليه أحد. نعم. قال: وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالقه كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل بذلك. نعم، فالله جل وعلا لا يجب عليه أحد شيئا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه بوعده الصادق، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. وقوله أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين عليك هي إجابتهم وإجابة سؤالهم ودعائهم، وهذا صفة من صفات الله عز وجل، فإنه قريب مجيب، أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. نعم. وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب
من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته، وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم، ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا، بما جعله الله سببا ولم يجعله عليه أحد. نعم. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. نعم. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. نعم. فهذا يرجع كله إلى ما سبق في أن ما وعد الله به السائلين أن يجيبهم إنما هو لطف منه سبحانه وتعالى، وشيء جعله على نفسه بوعده سبحانه وتعالى، لأن المخلوق أوجب عليه شيئا. فقولك بحق السائلين أي الذي أوجبته على نفسك، وهي إجابة السائلين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، كما في حديث نزول الإلهي في آخر في ثلث الليل الآخر، أنه ينزل كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا شيء من عنده سبحانه وتعالى، لا أن أحدا ألزمه أو أوجبه عليه. نعم. وأشار الشيخ هنا إلى أن من أطاع الله وعبده فإنه لا يستحق عليه شيئا كما يستحقه الأجير على من استأجره، كذلك، لأن الله هو الذي وفقه للعبادة وهو الذي وفقه للعمل الصالح، فالفضل منه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ هنا رحمه الله، وهذا ما سندعه لنهاية وقت حلقتنا، قال: فأما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين فهذا ما لا نزاع فيه، ندعه الحلقة القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.